منذ بداية أزمة كوفيد-19 يشهد سوق السمك في شرق رقابة صحية صارمة تتشارك بها جهات مختلفة كبلدية الكويت ووزارة التجارة، وذلك بهدف الحفاظ على تطبيق الاشتراطات الصحية بالصورة المثلى كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي. اليوم متنظمي كل يوم، أنا شبه يوميا بسوق الشرق هني سمك، الشيء منظم يعني حتى أشوف التجارة واقفين، شباب التجارة مو مقصرين، شباب البلدية مو مقصرين، هيئة الغذاء مو مقصرين. صراحة أنا أشوف نازلين وهويات وتباعد، وعلى البوابة هم في احتراسات صحية يعني والكمامات. قواعد تنظيمية للبيع والشراء في المزادات خاصة، والتي تتم بإشراف يومي عبر الجهات المختصة، والتي وضعت حرصا على الحفاظ على المسافة الآمنة بين الجميع وتوفير البيئة المناسبة في السوق. والله من وجهة نظري مو قام يقصرون والله، يعني أول ما دشينا السوق قام يفحصون حرارة، وإذا تشوف كل الموظفين ملتزمين بالوقاية وماكو وايد زحمة الحمد لله، وملتزمين إن شاء الله كلهم. وإذا تشوف أي موظف قام يقصر يعني قام يشيل كمامة أو السوس، إن شاء الله في واحد مني أنا أشوفه والله قام يدش عليهم ويقول لهم لبسوا، والحمد لله يعني نشكر جهود الدولة ما قصروا صراحة على المجهود هذا، وأيضا المواطنين لابد أنهم يتعاونون مع أخواننا سواء بوزارة الصحة ووزارة الداخلية على أساس هذه مصلحة للعموم، وعلى أساس أن بعد الحياة تمشي يعني ما توقف على وباء، والحمد لله الوباء هذا فيه تطعيم الحين والناس كلها عايشة وماشية، وما دام فيه احترازات وفيه كل شيء إن شاء الله متوفر بالنسبة للسوق. وزارة التجارة والبلدية والجهات المعنية بتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بها تولي أولوية كبيرة للأماكن التي قد تشهد تواجدا كبيرا للتجمعات، وسوق الأسماك في شرق يعد واحدا من أبرز هذه الأماكن بالحرص على مراقبته بصورة فعالة ودائمة. عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت.